اهلا يا اهلا يا مستر غالي، انا مش مصدق انك جاي لحد هنا عشان تزورني. لا ازاي برضو، ما انت غالي علينا يا بيم. ده انت اللي غالي. ولسه شغال ولا سبته؟ سبته فين؟ زي ما انا هروح فين؟ انا ما اطمنش على الفندق غير وانت المدير بتاعه. اسمع يا بيم، انا سبتك تاخد عزا والدك واستنيت عليك كام يوم، لقيتك ما رجعتش. ايه، انت نسيتنا خالص ولا ايه؟ لا ما اقدرش انساك، بس زي ما انت عارف شيرين خدت الفندق وانا خدت القصر ده. الموضوع ده غريب بالنسبه لي، لان المرحوم كان قال انك انت هتورث الفندق بعد ما ماته. المرحوم مين؟ والدك عوني بيه الله يرحمه. قال لي ان كريم عارف الشركات كويس قوي وهيستمر فيها، وبينو عارف الفندق كويس قوي وهيستمر فيه. يمكن غير رايك. انا كنت بقول لنفسي كده برضه، لكن الحقيقه اللي جابني هنا النهارده لقيت اسمك محطوط في عقد في الشركه الاجنبيه. ايه الشركة الأجنبية دي؟ كان الحقيقة والدك عامل معاها صفقة إنها تمهد الشط التابع للفندق، وكان حاطط اسمك مشرف على المشروع. ادخل. أهلا 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 أستاذ بينو، ما غلطتش في اسمك المرة دي أهو. لا أنا اللي هغلط المرة دي. تغلط في إيه؟ يا أستاذ بينو شكلك متغير. ده أنا كل حاجة فيا اتغيرت. مش أنا عرفت كل حاجة خلاص؟ كل حاجة؟ أنا عايز أفهم موضوع وصية بابا. الوصية؟ مالها الوصية؟ ما أنا جاي لك عشان أعرف مالها الوصية، عشان الموضوع ده مش هيعدي كده، وأنت محامي كبير وليك سمعتك. أرجوك نتكلم بهدوء، دي سمعة مكتب. أنا يهمني سمعة كل كرسي موجود في المكتب، بس قول لي في إيه؟ أولاً عايزك تفهم إن إخواتك مش هيضحكوا عليك ولا حاجة، ما بس خايفين لتضيع الفلوس، مش مستوعبين إن يبقى في إيدك ملايين وإنت في السن الصغير ده. ملايين من 135 مليون؟ أيوه، ده غير إن والدك كتب الفندق باسمك. الفندق باسمي؟ كمل. عشان كده كريم بيه قرر يكتب كل حاجة باسمه هو وشيرين، بس ده كان هيكون مؤقتا يعني لحد ما يحكولك في الوقت المناسب. شكل مؤقت لحد ما ابلغ يعني؟ طب والله كتر خيرهم اللي سابوني القصر بقى. لا ما هم قالوا ان القصر ملعون وكده كده مقفول، فقالوا نكتبه له علشان نسكته. بقى يا استاذ الهام، يا محامي يا محترم، بتزور وصية بابا؟ لا 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 لا، من فضلك، وصية بابا في الحفظ والصون وموجودة هنا معايا اهي. اتفضل. بس بالحقيقة انا عايز اسألك، انت عرفت كل ده منين؟ منك انت، انت اللي قلت كل حاجة. انا كنت جاي اسألك بس على عقد الشركة الاجنبية اللي اتعاقدت مع الفندق، لكن انت بسم الله ما شاء الله قلت لي كل حاجة. اسمع يا استاذ الهام، انت ترجع لي حق اللي مكتوب في وصية بابا، يا اما وعهد الله هخرب بيتك. طب هقول ايه لاخواتك؟ اخواتي دول سيبهم لي، انا اللي هقول لهم.